الحقيقة نهائي كان رائع جدا للأهلي مع النصر البحريني. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي حرص على مصافحة لاعبي الفريق وتهنئتهم والجهاز الفني بهذا التتويج الرائع جدا. أشاد الكابتن الخطيب باستمرار تفوق الفريق على كافة المستويات وبالروح العالية والأداء الرجولي للاعبين وتحملهم المسؤولية وتحقيق النتائج اللي بتليق باسم النادي الأهلي وتسعد جماهيرهم الوفية التي تساند ناديها وتدعم فرقه الرياضية في كل المواقف. أكد الكابتن خطيب على تقديره لأبطال الكرة الطائرة الذين قدموا مستويات متميزة وحققوا الفوز في جميع مباريات البطولة، وأشار الكابتن خطيب إلى أن هذا الانتصار يزيد من مسؤوليات اللاعبين وجهازهم الفني تجاه ناديهم وجماهيرهم، وقال أنه لابد أن تظل دوافعهم موجودة ومستمرة لبذل أقصى جهد وإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات. الكابتن خطيب حرص على حضور المباراة النهائية رفقة الدكتور عبد الهادي رئيس الاتحاد الكويتي والاتحاد العربي لكرة الطائرة. الحقيقة اللي كان سعيد جدا الدكتور عبد الهادي الشبيب بهذا التتويج المستحق للنادي الأهلي وبهذا التنظيم الرائع من مصر للبطولة العربية اللي كان رئيس اللجنة المنظمة فيها الزميل العزيز عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة الطائرة، اللي بذل مع أسرة اتحاد الطائرة جهدا كبيرا ورائعا في تنظيم هذه البطولة. دائما الرهان على الأهلي يا أستاذ إبراهيم بإذن الله يكون رهان ناجح، وده اللي حصل، أن الممثل المصري الوحيد استطاع أن يكون عند حسن الظن. يعني أنا ليه بقول لكم دول أساطير الصلاة اللي ما بيشبعوش، رجالة الكرة الطائرة والحياة وبنات الكرة الطائرة فعلا بيحملوا الدي إن إيه الأهلاوي، أكتر الفرق الرياضية اللي تشعر فيها بشخصية وسمات الأهلي في النهم الشديد لإحراز البطولات وفي القوة في الأداء وفي الروح والنبل الكبير رياضيا. فريق نبيل فعلا، فريق قوي جدا، فريق يقدر يمثل الأهلي في كل المحافل. مجلس الإدارة من يومين وافق على مشاركة الأهلي رجالا وسيدات في البطولة الأفريقية اللي هتكون في تونس هذا العام. رجال الكرة الطائرة ألقابهم الحقيقة حققوا البطولة رقم 84 في تاريخ الكرة الطائرة. خدوا البطولة العربية النهاردة للمرة الثامنة، خدوا السوبر بطولة واحدة، خدوا بطولة أفريقيا اللي هينافسوا عليها في تونس صيف هذا العام 15 مرة لأبطال الدوري، خدوا الدوري الممتاز المصري 33 مرة، فازوا بكاس مصر 21 مرة، فازوا ببطولة أفريقيا أبطال الكؤوس 6 مرات، وشاركوا في كأس العالم للأندية 3 مرات. دول أساطير الصلاة. أنا الأهلي. احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال، الضربة الأبيع بتشال، الاهلي معلم اجيال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا، احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال، الضربة الأبيع بتشال، الاهلي معلم اجيال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال.
تشجعنا وبتشجعنا.